السلام عليكم، اسمي ضحى هادي، تلميذة في مؤسسة أي مدينة مستوى الثانية بكالوريا خيار فرنسية شعبة علوم فيزيائية، حاصلة على أعلى نقطة في معدل 19.45 في جهاد طنجة تطوان حسيمة. اليوم كانت واجدة في مدرسة باش نسليبغيو هاد المناسبة السعيدة، حيت هذا ماشي غير الفوز ديالي وإنما الفوز ديال بزاف ديال الناس. كنشكر أول حاجة الله سبحانه وتعالى حيت عطاني الفرصة باش نشرف بمدينة تطوان، حيتاش حتى هي مدينه فيها بزاف ديال الكفاءات، حتى لي كاماراد ديالي دو كلاس عندهم بزاف ديال الكفاءات وما جابوا دو تري بون نوت وانا شوي تري فيير دو. وكنشكر حتى العائله ديالي، الوالدين ديالي اللي كانوا لي سند، كانوا اعمده، كانوا عكاز قدر نتكئ عليه في المواقف الصعبه والمواقف اللينه والمواقف العسيره، واي حاجه كانوا عطوني الارشاد، عطوني المحبه، عطوني العطف، عطوني كاع داك الشيء اللي محتاج طفل باش ينمو واحد النمو طبيعي، واحد النمو اللي سالم. وكنقدم لهم كامل بما حيت حتى هما دمروا وكيستحقوا يكون عندهم ابنة اللي تشرفهم بعد ان نرد لهم بعد غير شويه من داك الشيء اللي عطوني بهذه النتيجه. كنشكر حتى مؤسسه اي مدينه على راسها المدير العام جمال الدين برهون، ومؤسس المدير محمد امجار، والاساتذه ديالنا، وهذيك السائقين ديال الترونسبورات هما عزازين عندي وفي القلب. وكنشكر المنظفات والناس لي كونتين، كنشكر الاساتذه ديالي اللي رافقوني دايا مدينه من الصغر، حيت انا كبرت هنايا وانا كنت ممتنه لهم بزاف. انا منفتحه على كاع الخيارات صراحه، ما عنديش شي بونش، جو بونش با ترو شي حاجه بريسيس، مي جو كرو نقدر نعدل لي كلاس بريباراتوار انجينيوري ميديسين، منفتحه على اي حاجه. هذا احتمال الصراحه، انا كنامن بانه كنمشي في ماده في مكان فيه الخير، انا نمشي له ان شاء الله، وانا مأكدة بانه سيدي ربي في الحاجه اللي عدت لها غيبارك لي فيها. السلام عليكم، انا الوالده ديال ضحى هادي اللي حصلت على اعلى معدل في الجهه، والحمد لله كان هذا توفيق من الله سبحانه عز وجل اولا، والمساعده ديال هاد الناس هادو اللي في المدرسه ديال اي المدينه على راسهم الاستاذ جمال الدين برهون. والله الا رجع بالنسبه لينا اب روحي لاولادنا، كيواكب كيكافح، خصو ما يكونوش نقائص، والنقائص كيغطيها حتى لا كانت كيغطيها، حنا من جهتنا وهو من جهته كنتكتلوا وكنتعاونوا باش نعطيو نتيجه مرضيه حتى للجهه. حنا بالنسبه لينا حنا تشرفنا، حنا شرفت المؤسسه ديالنا وشرفنا بهاد المنطقه اللي كانت شبه منسيه. دابا على مدار ثلاثه السنوات اللهم لك الحمد كان واحد تحسن كبير في وليداتنا ومردود كبير، وكان نحمد الله على هذا على التحسن. اكيد غادي يكون واحد الفرحه راه ما لا توصف، عرفتي شنو هي انك تنجح في تربيه ولاد، انك توصل داكشي اللي كنتي باغا توصلو، خصوص انك انت وصلتي بواحد الحد وباغي تكمل وعجزتي في وجودهم، هما كتبقى كاع ديك الاحلام ديالك كتبغي تخرجها في ديك الوليدات وكتدفع بهم القدام. راه الاحساس لا يوصف، راه سول اي ام غينجح ولدها في الباك، غيتجاوز هذه المرحله اللي هي بالنسبه لنا عقده بالنسبه لجميع الاباء والامهات، كيتمنوا انهم يتجاوزوها بسلام، وغنتجاوزها بهذه الطريقه بالحمد لله بهذا المعدل المشرف، يعني شي حاجه في ظلم الله سبحانه، ما عنديش باش نوصفها، والله ما عنديش. شكرا جزيلا سيدي، بارك الله فيكم. انا فرحانه باختي ضحى على هذا الانجاز اللي دارته، وكنتمنى لها التوفيق في المسيره ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا كنا نرحب بكم معنا في مؤسسه اي المدينه للموسم
الثاني على التوالي لحصول على الرتبة الأولى على صعيد أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة علوم فيزيائية خيار فرنسية، تلميذة ضحى هادي الحاصلة على معدل 19.45 أكثر من السنة اللي فاتت اللي كنا حصلنا على 19.20 على ما أعتقد. الحمد لله هذا العمل ما كيجيش هيدا فجأة، هذا العمل عنده تخطيط على مدى سنوات على من الكوليج وحنا طالعين بهذه الخدمة البكالوريا باش نحققوا هذه النتيجة. واللي زاد إلا بغينا نقولوا اللي زاد عطى فرحة زايدة هي نجاح التلاميذ جميعهم بالبكالوريا حصولهم على النقاط. حنا غادي نلونسيوها جد 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 مشرفة لأن 19 تلاميذ 18 تقريبا جابوهم كيما 7 ولا 8 تلاميذ 17 عاود واحد العدد، الحمد لله كانت ميزة جد مشرفة. وهذا كما كنقول كنبغي نشكر جميع الأساتذة، الإدارة التربوية السي محمد المتجار، جميع الأساتذة السلك الثانوي السلك الإعدادي السلك الابتدائي لأن هذا عمل ديالهم جميعا، الأسرة اللي هذا امر ما يمكنش نتغاضوا عليه لان ملي كتكون الاسره مع المؤسسه في تواصل دائم كتكون النتائج، وبرافو عليها. والموسم القادم ان شاء الله نتلاقاو في هذا المكان مره اخرى ان شاء الله. شكرا لكم.